إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بصراحة أنا هتكلم على موضوع النهاردة، بس يا ريت محدش يعرف يعني. وأنا بتصفح الإنترنت قرأت خبر من موقع مسيحي بعنوان مراجعة في خرافات إنجيل برنابا للبابا شنودة. وصراحة العنوان شدني جدا، وكان عندي فضول إني أقرأ الخبر ده اللي كان بعنوان خرافة إنجيل برنابا، كتاب مملوء بالشتائم على لسان المسيح وبعبارات لا يقبلها السمع ولا الذوق. وهنا بقى الأنبا شنودة بيعرض من وجهة نظره أدلة منطقية وعقلية على إن إنجيل برنابا باطل ومزيف ومش وحي من الله. ومن ضمن الدلائل اللي ذكرها للتدليل على صدق كلامه ما تضمنه إنجيل برنابا من عبارات غير لائقة، ومنها النص اللي بيقول لأن كل كلمة عالمية تصير براز الشيطان على نفس المتكلم. واستنكر الأنبا شنودة الأسلوب ده، وقال بالنص وهل يعقل إن مثل هذا الأسلوب يصدر عن الوحي الإلهي؟ أو ما كان يمكن استخدام لفظة أخرى غير البراز التي تكررت هكذا أكثر من مرة؟ طبعا أنا بتفق مع الأنبا شنودة إن ما ينفعش الأسلوب ده يكون وحي إلهي، فازاي ربنا يوحي بلفظ مقزز زي ده؟ وبالمنطق ده اللي عرضه الأنبا شنودة، يستحيل أن يكون الكتاب المقدس وحي من الله، لأنه ورد فيه أيضا لفظ براز أكثر من موقع. ونبدأ بالنص اللي في سفر حزقيال الإصحاح الرابع عدد 12، النسخة العبرية العربية المشتركة. وكل طعامك رغيفا من الشعير مخبوزا على نار من زبل الإنسان أمام عيونهم. وفي ترجمة الفاندايك سفر حزقيال الأصحاح الرابع، وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليها. فقلت آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم النجس. فقال لي انظر، قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه. في النسخة الكاثوليكية الترجمة اليسوعية، وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الإنسان أمام عيونهم. وفي ترجمة الحياة في سفر حزقيال الإصحاح الرابع عدد 12، وتأكله ككعك الشعير بعد أن تخبزه على مشهد منهم فوق براز الإنسان، لأنه هكذا سيأكل أبناء إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أجليهم إليه. سؤال بسيط ومباشر، هل يا صديق المسيحي تقبل أكل عيش أو خبز مخبوز على نار اتعملت من فضلات الإنسان؟ إن قلت لا ملكش حق الاعتراض، لكن إن قلت أيوة يبقى كذبت ليزداد مجد يسوع. من خلال العرض السريع ده يتضح للجميع إن اللفظ اللي بيستنكره الأنبا شنودة إنه يكون وحي إلهي موجود في الكتاب المقدس وبطريقة مقززة. وبنفس منطق الأنبا شنودة يكون الكتاب المقدس ليس وحيا من عند الله. حلوة ليه؟ طب حلوة ولا ملتوتة؟ لو حلوة عليك غنوة، ولو ملتوتة عليك حدوتة. مش كانوا بيقولوا لنا كده؟ صح يا ابو. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.